مالكش دعوة بالنتائج، مالكش دعوة بالناس، ما تبصش على الناس، ركز مع الله. بصوا الآية: ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون. ما تلتفتش، شمر وسعة وانت رايح لربنا. ممكن تقولي بقى ليه تيأس؟ مالك ومال النتائج؟ النتائج تركيزك على النهايه هيخليك مشتت وتحت ضغط نفسي، تركيزك على السعي هيخليك مع الله وضامن النتائج من غير ما تستعجل، سوف يرى. بس اشتغل بإحسان، ليكش دعوة بالناس. سيدنا نوح 950 سنة وما آمن معه إلا قليل. عارفين كام اللي آمنوا معاه؟ 60 واحد في 950 سنة، يعني كل 15 سنة يؤمن واحد. تخيلي تبعتي مسج كل 15 واحد سنة واحد يقرأها. السيدة سمية ماتت، قتلها أبو جهل في مكة وما شافتش نجاح الإسلام، وهي من كبار أهل الجنة، سعت وما شافتش إنجاز. حمزة سيد الشهداء مات في غزوة أحد لحظة انكسار المسلمين، وإشاعة النبي صلى الله عليه وسلم قد مات، مات في لحظة انكسار وهو سيد الشهداء. انت مالك انت؟ النبي صلى الله عليه وسلم مات والإسلام بين مكة والمدينة. فين مصر والشام والعراق والمغرب؟ ده في عهد عمر بن الخطاب، وقال ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى، دنيا وآخرة. اهدى بقى، اهدى وملكش دعوة بالنتائج. نسعى للإنجاز، طبعا نسعى للإنجاز، طبعا احنا بشر، لكن عيني على ايه وتركيزي على ايه واحباطي ليه احباط؟ انت موقن ولا مش موقن؟ اكيد موقن في وعد الله ولا مش موقن في وعد الله؟ طب هي الايات دي جت في صورة ايه؟ جت في صورة النجم، وهي صورة النجم محورها ايه؟ التلات ايات دول، يعني هدفها ايه؟ اوعى تيأس، كمل. طب ايه علاقة صورة النجم بالكلام ده؟ سورة النجم بتتكلم في الأول على رحلة المعراج النبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء، أصلها جت بعد رحلة الطائف لما ضربوه بالحجارة. مالكش دعوة بالناس والإنجاز، شوف مقامك عند الله، شوف الجزاء الأوفى. ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى. يا محمد، أزوك في الأرض وضربوك بالحجارة؟ طب شوف 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 سعيك لغاية ما مشيت للطائف رايح جاي جاب نتيجة إيه. وبعدين تمشي الآيات بتتكلم، تبحث عن الإنجاز الوهمي. فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى، ليجزي الذين أحسنوا بالحسنى. كل ده في سورة النجم، ويجزي الذين أساءوا لغاية ما يوصل لقصة. إيه القصة؟ واحد بيحفر بير، ووصل في وسط البير لقى كدية، كدية يعني صخرة، فزهق البير تحته مية، فزهق يكسر فيها، قال لك دي ما تنفعش تتكسر، فسابها ومشي. أفرأيت الذي تولى؟ زهق وأعطى قليلا وأكدى، لما شاف الكدية بدأ يقلل شغله. عنده علم الغيب فهو يرى، هو مش عارف إن السعي تحت يجيب نتيجة. أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى؟ إيه اللي مكتوب في صحف موسى؟ وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى. إيه ده؟ دي الصورة كلها بتتكلم على نفس الفكرة. طب وبعد بقية الصورة إيه؟ كله عند الله، مالكش دعوة بالناس. وأن إلى ربك المنتهى، وأنه هو أضحك وأبكى، وأنه هو أمات وأحيا، وأنه هو أغنى. إيه ده؟ إيه الصورة دي؟ دي بتقولك إحباط. إيه اللي بتتكلم عنه؟ أنت بتيأس إزاي؟ أفرأيت الذي تولى؟ ليه ما كملتش حفر؟ ليه زهقت من أول محاولة؟ هو ما قراش اللي في صحف موسى أن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى؟ طب والصورة اسمها صورة إيه؟ ليس من صورة النجم. كما ترى النجم ساطعا في السماء وسط الضلمة، سعيك سيلمع في الحياة مثل هذا النجم. يا سلام. لن يخفو وسيظهر كما يظهر النجم لامعا في السماء. ها يا جماعة، حد هيحبط بعد كده؟ والله يا أولاد، أقعد أخبط على أبواب الرزق في حياتي الشخصية بالتسع مرات كله يقفل، خلاص نوم قلبين الصفحة ويلا نعمل تسعة جداد، تسعة محاولات جديدة. أنا بشتغل كده، أنا عايش كده. مشروع الإحسان ده موضوع ممكن ياخد أجيال وأجيال، وأنا مالي بالإنجاز؟ حتى مستعجل على حاجة؟ استمتع برحلة السعي، انجوي برحلة السعي. احنا مش بنصور هنا،
انتوا عارفين يعني ايه بصور؟ يعني مجهود رهيب جدا جدا جدا. انا كنت بفكر كده زمان، مال دلوقتي انا مستمتع بالرحله. انت 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 مالك انت ومال النتائج؟ النتائج دي عند الله يعطيها عندما يشاء. اما قاعده اليوم، مين يحبط بعد كده؟ فين مشكلتك انت؟ فين مشكلة؟ انت عايز ايه؟ عايز ايه في الدنيا احسن من كده؟ عايز ضمانات ايه اكتر من كده؟ عايز وعود ايه احسن من كده؟ افهم عن الله يا اخي، خلي عندك بس شويه احسان في سعيك. يقينك العميق العميق بوعد الله، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. اكتبوها عندكم عشان دي آية اللي بتقاوم الإحباط واليأس، حطها فوق مكتبك. وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى، يحميك من الإحباط واليأس وينقلك من النظر إلى الناس. شايفين إنجازي إيه؟ إلى النظر إلى الله وحده. الناس يقيمونك بالسأل إنجاز والنتائج، والله يقيمك ويحاسبك بالسعي بإحسان، ثم يأتي الإنجاز عندما يشاء.